قالت الصين إنه ليس لديها مصلحة في التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك في رد على تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي قال فيها أن بكين تحاول منعه من الفوز في ولاية رئاسية ثانية. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين خلال إفادة يومية أن الانتخابات الأمريكية شأن داخلي للولايات المتحدة، وأن بكين تأمل في ألا يحاول الأمريكيون جر الصين إليها. شددت الإمارات على تمسكها بالحل السياسي في ليبيا داعية إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، كما أعربت عن بالغ قلقها من التدخل التركي في الشؤون العربية بما في ذلك الشأن الداخلي الليبي والتصعيد الميداني المصاحب لهذا التدخل، مشددة على رفضها القاطع للدور العسكري التركي الذي يعرقل فرص وقف إطلاق النار ويجهد الحل في ليبيا.